كان هذا حال أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، ارزقني الذرية الصالحة والمال والعزة والجاه. لا، ما كان الله ليدع العالم هكذا. فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف الذي أمسى على جرف هار؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام الفيل جاء أبرهة الأشرم بجيشه ليهدم بيت الله الحرام، فحمى الله بيته كرامة لرسول الله الذي سيخرج من هذا المكان، وأرسل الله عليهم طير الأبابيل. وفي هذا العام بعد مئات السنين تم إعادة حفر بئر زمزم على يد جده عبد المطلب، وها هي زمزم، رمز العطاء الإلهي الذي لا ينتهي، تعود من جديد، وذلك من أجل امرأة انقادت لأمر ربها، فكافأ الله بها الأمة بفضل يقينها وإيمانها. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلاً وجهه كالبدر. لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله. كتب عليك يا ولدي أن تولد يتيماً. ماذا سنسميه؟ سأسميه محمداً. لقد أعتق عمه أبو لهب جاريته ثويبة، فقد فرح بمولده فرحاً شديداً. أريد أن يشب في بيئة سليمة صحية ويتعلم العربية، فالتمسوا له المرادع. سيدي عبد المطلب، لقد أخذته حليمة السعدية ليسترضع عندها في بادية بني سعد. وظل النبي في كفالة عمه أبي طالب يرعى الأغنام بعد وفاة أمه وجده، وتزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، وبعدها اشترك في حلف الفضول وشارك في بناء الكعبة بعد تصدعها. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وحكمته قريش في من يضع الحجر الأسود، فوضعها بحكمته بيديه الشريفتين. كان ما يتوافق مع سنة الله في كونه أن يكون المصطفى لقيادة عملية التغير الكبرى رجلاً من صميم العرب ومن أبناء مدينة مكة، حيث بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم ولا يشرب خمراً ولا يفعل شيئاً من أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ الصغر بعدما استخرج منه حظ الشيطان من قلبه في حادثة شق الصدر الأولى في بني سعد. وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن، لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق، ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالب التزمل والتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل، ونزلت: يا أيها المدثر، قم.